كمان الأخبار المسائي قالت أن وجه مارتين لاسارت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي توجيهات عنيفة للعبة الفريق خلال تمرين الفريق امبارح، وده بسبب رغبته في تنفيذ التعليمات الفنية بصورة مثالية، وده اعتبره البعض مرحلة جديدة للمدير الفني بيظهر فيها العين الحمراء للعيبة عشان يأكد طبعا بعض الأمور الفنية. كمان لاسارت أكد رفضه لبعض التدخلات الحماسية من لعبة الفريق، طبعا بيهدد أكيد بعض اللعيبة بالإصابات. وبيوصل الفريق استعداده لمواجهة بتروجيت اللي هتقام بعد بكرة يوم الاثنين، بيأدي الفريق تمرين الرئيس النهاردة، وإن شاء الله يحسم المدير الفني بعض القرارات الفنية الخاصة بالاعتماد على لاعبين واستبعاد لاعبين تانيين من الحسابات الفنية، خصوصا طبعا عمرو السولية واللي تم الاتفاق على عدم المجازفة به في التدريبات أو اللعب به في مباراة بتروجيت اللي جاية بعد إصابته وغيابه عن التدريبات في الفترة الأخيرة. كمان هيحدد المدير الفني إمكانية اللعب محمد الشناوي في المباراة في ظل طبعا غياب شريف إكرامي بسبب الإصابة.